تخص التجمعات هذه يعني سجلنا خمس حالات يعني خمس حالات منها وفاة. كان منهم يعني اثنين يعني حالات يعني مستوردة بحيث مواطنين عادة من فرنسا، وأيضا حالات على مستوى البوليدة، وتم يعني الكشف عليهم لانكيت ابيديمولوجيك بينت أنهم عندهم يعني علاقة بالعائلة الأولى اللي تقاست على مستوى البوليدة، بحيث المجموع الكامل على مستوى الوطني أصبح 14 حالة 24 حالة 24 حالة ووفاة واحد شخص يعني توفى الله يرحمه 67 سنة، وكان عنده مرض مزمن، عنده كارديوباتي، عنده ضغط الدم، هايبرتونسيون ارتيريال. واليوم عندنا يعني تقريبا عندنا 10 حالات استشفوا وخرجوا من المستشفى.